بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، أن الحسد قد يكون سببا للكفر كما وقع لهؤلاء ولإبليس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. المسألة السابعة السادسة من قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فيها أن الحسد يحمل صاحبه على الكفر بالله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل لليهود، فإنهم كفروا بالله من أجل حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، حملهم الحسد لمحمد وأمته على أن كفروا بالله فلم يؤمنوا بهذا الرسول الذي أمروا باتباعه، الذي منعهم لا خفاء في رسالته، بل هي واضحة وهم يعلمون ذلك حق العلم، ولكن الذي حملهم على هذا هو داء الحسد والعياذ بالله، فاختاروا الكفر على الإيمان وضروا أنفسهم، لم يضروا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضروا هذه الأمة، وإنما ضروا أنفسهم. وهذا شأن الحاسد دائما، إنما يقتل نفسه ويضر نفسه، وهو يظن أنه يضر المحسود. ولهذا يقول الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، بدا بصاحبه فقتله. ففيه التحذير من الحسد، وأنه قد يحمل الإنسان على الكفر بالله عز وجل، وكما حصل لإبليس لما حسد آدم عليه السلام على ما آتاه الله من الخير، خصه به من الإكرام، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كرمت علي، ما سأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى آدم، وإنما حمله الحسد على الكبر. فلما أمر بالسجود لآدم سجود إكرام، أمره الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين، حمله الحسد على ذلك، كان من الكافرين والعياذ بالله، لا لشيء إلا لأنه حسد آدم. وهل أحد
يمنع فضل الله؟ هل أحد يحجر على الله وينتقد تدابير الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم، أعلم بحيث يجعل الكرامة في موضعها. الاعتراض عليه سبحانه، فإذا رأيت نعمة على أحد اسأل الله من فضله أن الذي أعطاه يعطيك، والله واسع عليم. أما أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فمنعه الحسد أن يمتثل أمر الله فكفر، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق عن أمر ربه. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كان الواجب يمتثل الأمر. هذا شأن العبد، أنه يمتثل أمر ربه، تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف القياس الباطل، فإنه استكبر بأصله أنه مخلوق من النار، وأن آدم مخلوق من الطين، والنار بزعمه خير من الطين، وهذا باطل، لأن هذا قياس باطل، لأن الطين خير من النار، أن الطين بارد والنار محرقة، الطين ينتج البذور والثمار والخيرات، والنار تحرق وتتلف ولا تنتج شيئا، لا تنتج شيئا. هذا قياس باطل. ولهذا يقول أول من قاس إبليس، قياس باطل. الواجب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، عدم معارضته بقياس ولا بغيره. هذا لو كان القياس صحيحا، فكيف والقياس باطل؟ فالطين خير من النار من وجوه كثيرة. فحمله الحسد على أن كفر بالله، عصى أمر ربه فكفر بالله، فغضب الله عليه ولعنه وطرده من رحمته. كان في الأول مع الملائكة، كان مع الملائكة في الملأ الأعلى يعبد ربه، ثم لما حسد آدم وكفر طرده الله من الملأ الأعلى وأنزله إلى الأرض إهانة له، وصار إماما لكل فاجر، كل كافر وكل فاسق إمامه إبليس والعياذ بالله. هذا الذي سببه الحسد. فالحاسد لا يحصل على شيء، إنما يحصل على الندامة، ويضر نفسه ولا يضر المحسود. أيضا الحسد قد يحمل الإنسان على قتل النفس بغير حق، كما في قصة ابني آدم، لما أن الله تقبل من أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآخر حسده، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله جل وعلا أعلم من يستحق القبول ومن لا يستحق. حمله الحسد على أن قتل أخاه فقتله،
أصبح من الخاسرين والعياذ بالله. وكل نفس تقتل ظلما يكون على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل كما في الحديث الصحيح. والسبب في هذا هو الحسد، السبب في هذا هو الحسد. فالواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الحسد، ولهذا الله عوذنا منه في سورة الناس: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهو إبليس. ولا سورة الفلق: أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. فيعالج الحسد، الإنسان قد يجد في نفسه شيء لكن عليه أنه يعالج هذا بالاستغفار والدعاء للمنعم عليه بالبركة، ويسأل الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فاسأل الله أن يعطيك مثله أو خيرا منه. فهذا علاج الحسد. نعم. المسألة السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم كما ورد في الحديث. نعم. مسألة السابعة في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، اعفوا عن أهل الكتاب الذين حصل منهم ما حصل في حقكم، وأنهم يريدون صرفكم عن دينكم حسدا من عند أنفسهم. قابلوا هذا بالعفو وعدم الانتقام، فاعفوا. وفي الحديث: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. فإذا عفى عن المظلمة فإن الله يزيده بها عزا ورفعة، خير إلى خير. نعم. المسألة الثامنة: الرفق في الأمر وفعله بالتدريج كما فعله عمر بن عبد العزيز. نعم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا فيه أن من اعتدي عليه أو ظلم إنه يعفو ويأخذ الأمر بالتدريج وعدم العجلة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لا تستعجلوا، كلوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى جزاءهم. وكما فعل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة، كان هناك مظالم وكان هناك أشياء، فهو عالجها بالتدريج، عالجها بالتدريج ولم يتعجل فيها، فكان لأثر ذلك خير كثير على الأمة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يعد مجددا من أول المجددين في الإسلام. نعم. المسألة التاسعة: أنه سبحانه يمهل ولا يهمل. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فجعل لتركهم
وعدم عقوبتهم جعل له أجلا محددا، إذا انتهى فإن الله ينتقم منه حتى يأتي الله بأمره ينتقم منهم. قد حصل هذا ولله الحمد، فرفع الله هذه الأمة ونشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، واندحر اليهود في كل زمان، اليهود مندحرون ولله الحمد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أي تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا يزال العقوبات تتوالى على اليهود على أيدي الجبابرة وعلى أيدي الأنبياء، على أيدي الجبابرة مثل بخت نصر، مثل في الوقت الحاضر هتلر الألماني، يسلط الله عليهم دائما وابدا. سلط الله عليهم رسوله في المدينة فحصل، لما حصل منهم ما حصل من الخيانة في العهد الذي بينهم وبين الرسول والانضمام إلى الكفار في وقعة الأحزاب، الله جل وعلا لما هزم المشركين أمر رسوله أن يغزو بني قريظة، غزاهم وحاصرهم، في النهاية نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، فنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، لأنهم هم الذين طلبوا تحكيم سعد، طلبوا تحكيم سعد بن معاذ، فنفذ فيهم هذا الحكم، فقتل منهم مقتلة عظيمة، وسبيت نساؤهم وذراريهم وأموالهم. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني أعانوا المشركين في الخندق من أهل الكتاب أي اليهود، من صياصيهم من قصورهم وحصونهم، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي خيبر. فالله جل وعلا سلط عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، انتقم منهم. وأما اجتماعهم الآن في فلسطين وما عندهم من القوة، هذا ما هو من ذاتهم، إنما هو بالدول التي تساندهم، دول الكفر تساندهم لأجل الإضرار بالمسلمين، ولكن لهم موعد ينتظرهم كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فسينهزمون ويقتلهم المسلمون شر قتلة، حتى إن الذي يتوارى منهم وراء الحجر أو الشجر ينادي الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فلا يغرهم يعني تجمعهم، هذا ما هم من صالحه، لو بقوا متفرقين في العالم كان أحسن لهم وأبقى لهم، لكن الله حكيم عليم، جمعهم لحتفهم والقضاء عليهم. نعم. المسألة الله جل وعلا يمهل، أمهل اليهود ولا يهمل، أنزل بهم عقوبته والذلة والصغار، وسينزل بهم الفاجعة الكبرى حينما
ينتصر عليهم المسلمون في فلسطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. المسألة العاشرة: الإشعار بالنسخ قبل وقوعه حتى يأتي الله بأمره، يعني أن الله سبحانه شرع في أول الأمر، شرع العفو والصفح، شرع العفو والصفح مع اليهود ومع المشركين في مكة، فالمشركون كانوا يؤذون المسلمين ويضايقونهم، والله يأمر رسوله بالصبر، يأمره بالصبر والانتظار. وعما قريب أوقع الله، شرع الله الجهاد لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الدار والأنصار والأعوان، أمره الله بجهاد الكفار، فكان هذا ناسخا للأمر بالعفو والصفح، وأمره بجهاد اليهود فكان هذا ناسخا للعفو والصفح. الله أخبر عن ذلك قبل وقوعه، أخبر أنه سينتهي هذا الإمهال وسينتهي هذا الصفح والعفو، ويأتي تشريع فيه الحسم للعدو، فهذا فيه الإخبار عن النسخ قبل وقوعه لأجل تطيب تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيب خواطر المسلمين وتثبيتهم أن هذا لن يدوم. وكذلك كل ظالم فإن الله يمهله ولا يهمله. نعم. الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود. إيه نعم، ضعه واصفحه حتى يأتي الله بأمره، هذا وعد من الله أنه سيأتي أمر تغير هذا الوضع، هذا تسلية للمسلمين المحسودين. نعم. الثانية عشرة: التنبيه على العلة. تنبيه على العلة، وهي قول حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ السبب ما هو؟ حسدا من عند أنفسهم، لا لأنهم خفي عليهم الحق أو التبس عليهم الأمر، بل إنما الذي حملهم الحسد، هذه هي العلة، العلة هي الحسد والعياذ بالله. نعم. الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله الله كما جرى لهؤلاء إلى يوم القيامة. أن الحاسد الظالم يذله الله، ولا بد، ولو تكبر وتغطرس في أول الأمر فإن مآله إلى الذلة والخذلان، كما حصل لليهود من الذلة والخذلان وعدم قيام دولة لهم، ما قامت دولتهم من عند أنفسهم، وإنما أقامها الكفار كما قال جل وعلا: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فلا تقوم لهم قائمة إلا بهذين الأمرين: إما أن الله أمهلهم، أن الله أمهلهم، وإما أن الدول الكافرة تمدهم، لكن هذا لن يدوم، هذا لن يدوم لهم. نعم. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، هذا ختام الآية: فهو أصفح حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير، يغير الأحوال
ويصبح المستحيل ممكنا ويصبح المعجوز عنه مقدورا عليه بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء. لهذا يجب على المسلمين أن يثبتوا وأن يتوكلوا على الله ويتمسكوا بدينهم ولا يتنازلوا عن شيء منه، والعاقبة لهم والدائرة على عدوهم، لا بد من هذا، لا بد، هذا وعد من الله. الله لا يعجزه شيء، قادر على أن يدمر اليهود في كل زمان وفي كل مكان، قادر على أن يدمر الجبابرة، أين عاد وثمود وقوم إبراهيم؟ أين الأمم الجبارة؟ أين هي؟ أين فرعون وجنوده؟ ذهبوا أدراج الرياح ولم تبقى لهم باقية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أما المؤمنون ولله الحمد فإنهم باقون، وما زال الإيمان والمؤمنون باقين إلى أن تقوم الساعة، ما زال الإيمان ولا زال المؤمنون مهما حاول الكفار في كل زمان ومكان القضاء على الإسلام والمسلمين. مع هذا فالإسلام باقي والمسلمون باقون، والكفار زائلون لا محالة، والظلمة زائلون. نعم. قال رحمه الله: فيه المسألة الرابعة عشرة، وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال. إن الله على كل شيء قدير، هذه صفة، صفة القدرة من صفاته سبحانه، وهي صفة ذاتية وينشأ عنها صفات فعلية، وهي تغيير الأحوال وعقوبة الأعداء ونصر المسلمين، هذا كله من أفعال الله جل وعلا، وهو ناشئ عن قدرة الله التي لا يعجزها شيء. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل، تعليل. نعم. الخامسة عشرة، وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه. الاستدلال بقدرة الله على ما لا يظن وقوعه ولا يخطر بالبال، ما يخطر بالبال. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بعيد إن الفئة القليلة تنتصر على الفئة الكثيرة لو كان النظر إلى الواقع، ولكن هناك شيء وراء الواقع، وهو قدرة الله سبحانه التي تغير الأحوال. فقد يستبعد الناس تغير الحال، بينما الله جل وعلا يغيرها، وكما حصل ويحصل كل زمان ومكان. فعلى المسلمين، على المسلمين أن يطمئنوا على وضعهم، وألا يهددهم وضع الكفار وما هم عليه، وأن الدولة الجبارة العاتية الله قادر على إزالتها وقادر على نصر المسلمين ولو كانوا ضعفا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد حصل هذا، نصر الله المسلمين، إن الله على نصرهم لقدير.
وحصل أنه نصر المسلمين على الكفار، وإن كان في الأول بعيد أن المسلمين ينتصرون وأن الكفار ينهزمون، لو كان هذا يرجع إلى الرأي وإلى، لكن هذا يرجع إلى قدرة الله، فلهذا يجب التوكل على الله وحسن الظن به وعدم القنوط مهما تكالب الأعداء ومهما عظم الشر، فالمسلم يحسن الظن بالله ولا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. نعم. السادسة عشرة، وهي الاستدلال بها على جعل العفو سببا لعز العافي وذلة المعفو عنه عكس ما يظن الأكثر. أن العفو سبب، أن العفو عن الظالم سبب لعز المظلوم، سبب لعز المظلوم، لأن هذا شيء أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، فلا بد من وقوع هذا الوعد الكريم الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه فضل العفو والصفح وانتظار الفرج. نعم. وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعادا مثل عذاب القبر وغيره، أو مثل الصراط والميزان وغيرهما، أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغنى إلى الفقر وضده، ومن الذل إلى العز وضده، فأكثر من أن يحصر. نعم، قدرة الله لا يعجزها شيء، على كل شيء قدير، على كل شيء، كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لا كما يقول المعتزلة على ما يشاء قدير، الله قال على كل شيء قدير. وأما قوله جل وعلا على ما يشاء، وهو على جمعهم، على جمعهم أي أهل السماوات وأهل الأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا شيء خاص ما هو بعام، هذه مسألة جمع، جمع الخلق الخلائق يوم القيامة، الله على كل، الله قادر عليه، ولا عموم لهذا إنه إن كل قدرة معلقة بالمشيئة، بل الله قادر على كل شيء من الممكنات والمستحيلات والموجودات والمعدومات، لا يعجزه شيء. الذين جهلوا قدرة الله وعمومها من الفرق الضالة أنكروا ما لم تدركه عقولهم، أنكروا عذاب القبر، قالوا ما هم معقول، هذا ما هم معقول، أنكروا البعث، قالوا ما هم معقول إن الميت اللي صار تراب أنه يعود حيا كما كان، لأنهم يعتمدون على عقوله، ونسوا قدرة الله الذي قدر على إيجاده من العدم قادر على إعادته مرة ثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأنكروا عذاب القبر، قالوا مستحيل الميت فني ولو صار تراب وش يعذبه، فني راح، وقالوا نحن لو فتحنا القبر ما شفنا فيه عذاب ولا شفنا فيه نعيم، نقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الميت أنت في الدنيا والميت في الآخرة في عالم آخر يعذب وأنت ما تدري ولا تشوفه، كل شيء ما تشوفه ما هو موجود، يعني كل شيء ما تشوفه تقول ما هو موجود، لا ما كل الدنيا تشوفه
ولا كل الدنيا تعلمها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فكونهم يعتمدون على عقولهم أنكروا عذاب القبر وأنكروا الميزان. الميزان ميزان ميزان حقيقي توزن به الأعمال، حسنات والسيئات، ميزان حقيقي. هم يقولون لا، ما فيه ميزان، إنما هذا تمثيل، تمثيل للعدل، مراد بالميزان العدل، ولا فيه ميزان حقيقي. طيب وش أدريكم، وما يمكن في الآخرة يصير فيه ميزان، ولا يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، ولا ويجهلون قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء. يكرون الصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم ويمر عليه الخلائق على حسب أعمالهم، ينكرون هذا، يقولون ما في صراط، وش الصراط هذا، لأن عقولهم ما تتسع لهذه الأمور والعياذ بالله. وهذا الشيء كثير، كذلك عقولهم تنكر أن الدولة الضعيفة تتغلب على الدولة القوية، لأن الدولة القوية عندها إمكانيات وعندها، والضعيفة ما عندها شيء. نسوا قدرة الله أنه قادر على أن يدمر الدولة القوية وأن ينصر الضعيفة، وهذا حصل في التاريخ ويحصل. والسبب هو أنهم جهلوا قدرة الله سبحانه وتعالى. الاتحاد السوفيتي ماذا عنده من القوة والجنود والكثرة؟ وين راح الآن؟ وين راح الاتحاد السوفيتي؟ وين قوته؟ الله قادر على كل شيء، غير سبحانه وتعالى عليهم. وكذلك بقية الدول الجبارة والكاذبة، الإنجليز في الأول اللي سيطروا على العالم، استعمروا العالم كله، أضعفهم الله، أضعفهم الله وصاروا الآن أذلة. الله قادر على كل شيء. ألمانيا التي هددت العالم، قامت الحرب العالمية الأولى الثانية، الحرب العالمية الثانية تهدد العالم، وين راحت ألمانيا؟ دمرها الله سبحانه وتعالى ولم تنفعهم قوتهم. الله قادر على كل شيء، والعقل لا دخل له في ذلك. نعم. السابعة عشرة، وهي تنبيه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله إن الله على كل شيء قدير. لا شك أن الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم أعلم الناس، هم أعلم الناس، ولكن نبههم الله على أن الله قادر على أن يغير الأحوال، أن يغير الأحوال. وكذلك الكفار نسوا قدرة الله فاغتروا وظنوا أنهم لا أحد يقهرهم ولا أحد يستولي عليهم. الله غير أحوالهم وأذلهم وذهبت قوتهم كأن لم تكن. فقدرة الله لا يعجزها شيء، ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: ذكر بعض ما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية بقوله: وإذ ابتلى، إذ لما مضى من الزمان، أما إذا فهي لما يستقبل من الزمان. وإذ ابتلى يختبر، الابتلاء هو الاختبار. ابتلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الله يبتلي
عباده ويختبرهم الأنبياء وغيرهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، إلى الله جل وعلا يبتلي العباد على قدر إيمانهم، يبتلي كل أحد على قدر إيمانه. فكلما قوي الإيمان قوي الابتلاء، كلما قوي الإيمان قوي الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى. فهذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله فصبر وامتثل أمر الله، ابتلاه الله بالكفار وحفروا أوقدوا له النار وأضرموها، صبر على هذا وصارت النار بردا وسلاما وأنجاه الله من النار. كان لا يولد له وبلغ 80 سنة ما ولد له. فلما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط جاءوه في صورة رجال فأضافوه من عادته عليه الصلاة والسلام الكرم والضيافة، فبادر وأتاهم بالقرى، أتاهم بعجل حنيذ، عجل سمين، قربه إليهم. الملائكة ما تأكل، ما مدوا أيديهم إليه، ظن أنهم أعداء، لأن العادة اللي ما يأكل من طعامك أنه عدو يريد الانتقام منك. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، طمأنوه، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. عرف أنهم ملائكة جاءوا في صورة أضياف. بشروه لما طمأنوه وسكن روعه، بشروه بغلام عليم وهو إسحاق، لأنه بشر مرتين، بشر بإسماعيل وهو الكبير وبشر بإسحاق، فالبشارة هنا بإسحاق، بشروه بغلام عليم، فإسحاق عليم وإسماعيل حليم، بشروه بغلام حليم. لما بشروه قبل إسحاق بشرناه بغلام حليم بإسماعيل عليه السلام، استغرب، أبشرتموني على مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ كبير، ما وامرأته عجوز، منين يجيها الولد؟ استبعاد، يعني منين يجيها الولد؟ هو كبير وابو 80 والمرأة عجوز والعجوز لا تلد. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكان الولد رزقه الله إسماعيل على الكبر، وكان إبراهيم مشفقا عليه، يحب غاية الحب، لأنه ولده الوحيد الذي يعطي إياه على الكبر. ابتلاه الله بأمره بذبح ابنه وحيده، أمره بذبحه، فامتثل أمر ربه، بادر، شاور إسماعيل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاستسلم وأراد أن ينفذ القتل، عند ذلك نسخ الله الأمر بالقتل لأنه حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان،
والنتيجة ظهرت، بقي القتل ما له فائدة، نسخه الله سبحانه وتعالى بعدما ابتلاه بذبح ابنه. أيضا الكفار تسلطوا عليه وضايقوه، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاجر من عندهم إلى وين؟ إلى أرض الشام، إلى أرض الشام من بلاد بابل للعراق، هاجر إلى بلاد الشام. ثم أمره الله، ابتلاه الله بأن ينقل هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل حبيبه ووحيده، أمره أن ينقلهم إلى مكة، أن ينقلهم إلى مكة عند البيت، مكان البيت. فامتثل أمر ربه، نقلهم من أرض الشام إلى مكة، امرأة وابنها، ما معهم أحد، ولا معهم طعام ولا شراب، جابهم ووضعهم في المكان الذي أمره الله به، لا أنيس ولا أحد، ولا ماء ولا ماكل ولا مشرب، وضعهم وراحوا خلاهم. فالمرأة قالت لمن تكلنا؟ تذهب وتدعنا؟ ولم يكلمها ولم يرد عليها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فعند ذلك اقتنعت، قالت إذن لا يضيعنا، شوف الإيمان، إذن لا يضيعنا، توكلت على الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله أنبع لهم الماء، وأن الله ساق لهم قبيلة من قبائل العرب سكنت عندهم وجاورتهم، فذهبت وحدتهم واستيحاشهم، والماء نبع عندهم. هذه نتيجة الصبر والامتثال لأمر الله، هذا الابتلاء والامتحان لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قيل هذه هي الابتلاءات المذكورة، أو أن جميع الأوامر التي أمره الله بها فنفذها فأتمهن، كما قال جل وعلا وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، فما أمره الله بأمر إلا ووفاه عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الذي وفى. ماذا كانت النتيجة بعد هذا الوفاء؟ قال إني جاعلك للناس إماما، هذه نتيجة الابتلاء والامتحان، حصلت الإمامة للعالم، جعله الله إماما. قال إني جاعلك للناس، جميع الناس، إماما، أي قدوة لهم في الخير، إني جاعلك للناس إماما. هذا نتيجة الابتلاء والامتحان والصبر. ولهذا قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا الذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة لكل مؤمن إلى أن تقوم الساعة، جاعلك للناس إماما. فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة، أي إماما للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. إبراهيم لم يرد أن يحتكر الفضل له، قال ومن ذريتي، قال ومن ذريتي، يعني تجعل منهم أئمة. قال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، الظلمة لا يكونون أئمة، أما غير الظلمة من ذريك فيكونون أئمة في أوقاتهم
مجتمعاتهم. أما الظالم فإن الله لا يجعله إماما للمسلمين. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال هذا الوعد الكريم لا يناله الظالم. نعم. أحسن الله عليك. هل بقي وقت؟ باقي ربع ساعة. حول الربع كذا. حقنا الأسئلة. أسئلة قليلة يا شيخ. أقول الأسئلة قليلة أخشى. وقت واحد. طيب اقرأ. اقرأ. لا اقرأ. قال رحمه الله تعالى في الآية الأولى مسائل. الآية الأولى وهي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لأنه قال يبي يتكلم على الآيات إلى الجزء، إلى تمام الجزء، إلى قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، كلها الآيات سيمر عليها ويستنبط منها. نعم. المسألة الأولى معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعله إماما إلا بعدما أتم ما ابتلاه به. وسئل بعضهم أيما الابتلاء أو التمكين، فقال الابتلاء ثم التمكين. نعم. المسألة الأولى أن الله حكيم يضع الأمور، الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فهو ما أعطى الإمامة لإبراهيم إلا بعد أن أتم إبراهيم ما أمره الله به، بعدما أتم فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فوضع الإمامة في موضعها، وهو أن إبراهيم عليه السلام كان مستحقا لها بسبب أنه أتم أوامر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. المسألة الثانية، إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا، فكيف بغيرهم؟ إذا كان يبتلي الأنبياء وهم أكرم الخلق عليه سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو دونهم؟ كيف بمن هو دونهم؟ لا يبتليه الله أبدا، الله يبتلي. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الحكمة، يتميز الصادق في إيمانه من الكاذب والمنافق، هذه الحكمة في الابتلاء والامتحان. لو لم يجري ابتلاء وامتحان لم يتبين المؤمن الصادق من المؤمن المنافق. نعم. المسألة الثالثة، الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، وقيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، ولهذا قال وإبراهيم الذي وفى. ثانية، الثناء على إبراهيم. نعم. يقرأ. قال المسألة الثانية والثالثة، المسألة الثالثة، الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، دل على أن الله لا يثني إلا على من أتم طاعته، أتم طاعته، تجنب معصيته. نعم. وقيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم. نعم، لابد من تقصير المؤمنون ولو قوي إيمانهم، لابد من تقصير، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم
في دعائه لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، فيحصل تقصير من البشر. إلا إبراهيم عليه السلام هو الوحيد الذي أثنى الله عليه بالإتمام، وأنه لم ينقص شيئا مما أمره الله به. هذه ميزة عظيمة. نعم. ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى، لمدح له، وفى ما أمر الله به ولم ينقص منه شيئا. نعم. المسألة الرابعة: أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور، منها أنه جعله للناس إماما. نعم، أن الله جازاه على وفائه بأوامر الله أن جعله قدوة للناس لأن تقوم الساعة، فهذا من إكرام الله له وجزائه له على توفيته لطاعة الله سبحانه وتعالى، لم يحصل على هذا بدون سبب. نعم. ولما علم عليه السلام كبر هذه العطية سألها للذرية وهي الخامسة. نعم، أن إبراهيم عليه السلام من حبه للخير للناس أنه سأل لذريته أن يعطيهم الله مثله، قال: ومن ذريتي، أي تجعل منهم أئمة؟ قال: لا ينال عهد الظالمين، فمن جاء بعده إذا كان صالحا مصلحا فإن الله سبحانه يجعله إماما في قومه وفي، ومن كان ظالما فإن الله لا يمكنه ويقسمه وأخذله، لا ينال عهد الظالمين، فدل على أن غير الظالمين أن الله جل وعلا يجعلهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني من بني إسرائيل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. المسألة السادسة: أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء. أن الله أجابه بهذا الجواب، فقال: لا ينال عهد الظالمين، فالظالم لا يكون إماما، لا يكون إماما مستمرا، وإن صار إماما في فترة فإن الله يقصمه ويجعله ذليلا، يجعله ذليلا، ولا تستمر الإمامة في الدين إلا لأهل الإيمان، أما الظلمة فإنهم لا يجعلهم الله أئمة وإن كانوا من ذرية الأنبياء، لأنه قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، فدل على أنه يكون في ذرية إبراهيم ظالمون، وأنهم لا ينالون هذه المرتبة بسبب ظلمهم. نعم. المسألة السابعة: يكفي. نعم. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. هذا سائل أثابكم الله يقول: هل يجب على المسلم بغض كفر الكافر فقط، أم يجب عليه بغض كفر الكافر وشخصية الكافر؟ يجب عليه بغض الكافر وبغض الكفر، بغض الاثنين، بغض الكفر وبغض الكافر، لأنه عدو لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قد كفروا بما جاءكم من الحق. فنبغض الكفار ونبغض دينهم. نعم. ومن لا يبغض الكفار فليس عنده ولاء وبراء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى
قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته، على ظاهره، على صورته، الضمير يرجع إلى الله، كما قال جل وعلا وجعلناه سميعا بصيرا. فصورة آدم على صورة الله في السمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي هي موجودة في الله وموجودة في المخلوق، لكن لا تشابه بينهم، صفة الخالق غير صفة المخلوق، وإن اشتركت في المعنى واشتركت في الأصل لكنها تفترق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث على ظاهره، لأنه جاء في رواية خلقه على صورة الرحمن، على صورته، جاء في رواية على صورة الرحمن، من حيث ما ذكرته لكم من حيث السمع والبصر والعلم والقدرة وإلى آخره. نعم. حياكم الله. يقول السائل: أرجو التوفيق بين هاتين الآيتين، قوله تعالى وكان مقداره 50,000 سنة وألف سنة مما تعدون. هاتان الآيتان من المشكلات على أهل العلم. قد ذكر ابن القيم أقوالا في الجمع بينهما، فقال 50,000 سنة من الأرض السفلى إلى العرش، هذا 50,000 سنة، 50,000 سنة، وألف سنة من الأرض العليا، الطبقة العليا من الأرض إلى السماء الدنيا من السماوات، بينهما 1,000 سنة، بين ظهر الأرض والسماء الدنيا 1,000 سنة. أما ما بين الطبقة السفلى من الأرض وبين العرش فوق السماوات فهو 50,000 سنة. هذا جمع. وفي جمع آخر أن هذا بحسب السير، السير يختلف، فالسير السريع يكون 1,000 سنة، والسير البطيء يكون 50,000 سنة، ومن العلماء من توقف. نعم. أثابكم الله. ما حكم قول سبحان الذي يغير ولا يتغير؟ نعم، المعنى صحيح، المعنى صحيح أن الله يغير لكنه جل وعلا لا يتغير بذاته وأسمائه وصفاته، لا يعتريه نقص، لا يعتريه نوم، لا يعتريه موت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم. يقول أيضا السائل: وحكم قول خير يطير؟ لا، هذا ما يجوز، هذه من التطير، لأنه في الجاهلية إذا سمعوا الغراب ينعق يقولون خير خير، هذا لا أصل له. وقد طرد ابن عمر رضي الله عنه غلاما معه في السفر لما سمع الغراب ينعق قال خير خير، قال ابن عمر رضي الله عنه: لا خير ولا شر، اذهب ولا تصحبني. فهذا من موروثات الجاهلية. نعم، قول خير يا طير هذا من موروثات الجاهلية، الطير ما عنده خير ولا عنده شر، مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل مختصر لتفسير ابن كثير رحمه الله، وما أفضل كتب التفسير عموما؟ تفسير ابن كثير مختصر ولا يحتاج إلى اختصار، لكن هؤلاء تبلوا تفسير ابن كثير وجلوا يختصرون وما يحسنون الاختصار، فما أعرف مختصر جيد لابن كثير إلا ما بدأه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، بدأ باختصاره اختصارا علميا مفيدا، لكنه مات قبل أن يكمله، وصل إلى أظن تفسير سورة المائدة ثم اخترمته المنية رحمه الله. وأما بقية المختصرات اختصارات مخلة. نعم.
وتفسير ابن كثير نفسه هو مختصر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين عدم رؤيتنا للشياطين وبين الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه حينما شاهده وتكرر عليه 3 ليال وفي الليلة الأخيرة علمه آية الكرسي؟ نحن في الغالب لا نرى الشياطين والجن، عالم غيبي، ولكن قد نراهم أحيانا. والذي حصل لأبي هريرة هذا من النوادر، هو دائم، فقد نراهم أحيانا. نعم. نعمكم الله. هل الصغائر فسق؟ هل الصغائر من الفسق؟ إذا داوم عليها، يكون إذا أصر على الصغيرة صار فاسقا، أما إذا فعلها ولم يداوم عليها فإنها لا تلحق بالكبيرة ولا يكون فاسقا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يرفع من أراد الدعاء بعد الدفن في المقبرة يديه أثناء الدعاء؟ نعم، يرفع يديه ويستغفر للميت بعد الدفن، يقف على قبره ويدعو له بالتثبيت والمغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، يكرر ذلك رافعا يديه، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من صلى وليس عليه رداء يستر عاتقيه؟ صلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم، ورواية في مذهب أحمد، صلاته صحيحة ما دام ساترا لعورته ما بين السرة إلى الركبة. جمهور أهل العلم ورواية عن أحمد أنها صحيحة. عند الإمام أحمد في رواية: لا بد أن يستر أحد عاتقيه مع ستر العورة، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فأخذ بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أسكن في مجمع سكني وكثير من الجيران لديه خط DSL وهو الانترنت. خط DSL. أنا أعمل أسكن في مجمع سكني وكثير من الجيران لديه خط DSL وهو الانترنت، ومنهم من وضع رقما سريا ومنهم من لم يضع رقما سريا، وأنا لدي جهاز يسحب جميع الشبكات سواء المقفل والمفتوح، وسؤالي: هل علي إثم لو استخدمت الشبكات المفتوحة في البحث في الإنترنت، علما أنهم يستطيعون وضع رقم سري ولكن تركوا الأمر على ما هو؟ لا، ما يجوز لك هذا. أولا تطلع على أسرارهم إذا كان عندهم أسرار، وثانيا تستخدم ممتلكاتهم بغير إذنهم، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أردت شراء منزل عن طريق البنك، فأخبرني أنه يكتب عقدا بينه وبين صاحب المنزل لمدة 15 يوما، فإن أكملت أوراقي معهم دفع البنك المبلغ لصاحب المنزل، وإن لم أكمل الأوراق لم يدفع البنك شيئا، فهل هذا البيع صحيح؟ هذا فيه نظر. أولا البنك ما يشري البيت يمتلكه هو، وإنما يشتريه لك كأنه نائب عنك، ويسلم ثمنه قرض على أنه قرض، يسترده منك بزيادة، هذا لا يجوز. هذا أمر لا يجوز. أما لو كان البنك عنده بيوت، جاهزة موجودة ويبيع عليك واحد منها فلا بأس، أما أنه يشري لك من الناس ويسلم الثمن ويأخذ منك زيادة، هذا عبارة عن أنه وكيلا عنك، وأنه سلم الثمن بدلا عنك من باب القرض ويسترده بزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. نرجو من معاليكم توضيح القول الراجح في تقديم الركبتين أو تقديم اليدين عند النزول للسجود. حديث واضح،
الحديث واضح، نهى صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير بالعكس يضع يديه قبل ركبتيه، فأول ما يهبط على الأرض مقدم البعير، وآخر ما يهبط مؤخره. وعند القيام على العكس، أول ما يرتفع من البعير مقدمه، وآخر ما يرتفع مؤخره. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالبعير، فنضع ركبنا على الأرض قبل أيدينا، مخالفة للبعير. هذا واضح من الحديث. نعم. في رواية وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول ابن القيم هذه مقلوبة، هذه رواية مقلوبة، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، لتوافق لفظ الحديث المعروف، وأيضا توافق بروك البعير. بروك البعير أمر محسوس، ما فيه مجادلة مغالطة، وأنتم بعضكم أهل بعارين يعرفون هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل دخل مع إمام يصلي المغرب وقد فاتته ركعة، فلما أكمل الصلاة دخل مع الإمام وهو يصلي المغرب وقد فاتته ركعة، فلما أكمل الصلاة سلم الإمام وتذكر بعد ذلك الإمام أنه نسي ركعة فقام يصلي الإمام، والمأموم أكمل الصلاة، فماذا عليه؟ هل يتابع الإمام أم يسلم؟ إذا قام الإمام يكمل ركعة نسيها والمأموم انفرد وقام يكمل ما عليه، فهو مخير، يقولون يخير، إن شاء ينضم مع الإمام وإن شاء يبقى على انفراده. نعم، يخير بين الأمرين. نعم. أثابكم الله. إذا نسي المؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ولم يقلها إلا مرة واحدة، ثم بعد الأذان نبه، فهل يعيد الأذان أم يكمل؟ يعيد الأذان، لأن الأذان الناقص لا يصح، يعيده. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم السترة في الصلاة؟ وهل تجوز الصلاة بدون سترة ولو أن أحدا يمر أمامه؟ السترة في الصلاة سنة، ليست واجبة، هي سنة، وما دامت سنة فإن أمرها لو أنه تركها ولم يضع سترة صحت صلاته، يعني لو ما صلى إلى سترة تقول له صلاتك باطلة؟ أحد يقول هذا؟ ما هي باطلة، دل على أن السترة سنة مكملات الصلاة، إلا أنها سنة متأكدة من أجل أن تمنع المارة بين يديه. أما إذا لم يكن أمامه سترة فحري أن يمر الناس من بين يديه، ففيها فائدة عظيمة لكنها ليست واجبة. والمرور بين يدي المصلي إذا كان لضرورة فإنه لا بأس، كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي والازدحامات ما في بأس الضرورة. أما إذا كان ما في ضرورة فالمرور محرم، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار، فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه يضربه، فإن معه القرين أي الشيطان يدفعه. يحرم المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة. ولاحظوا أن المصلي إذا كان خلف الإمام فسترة الإمام كافية للجميع، أما إذا كان يصلي وحده أو إماما فلا بد من السترة لأجل أن تمنع المرور بين يديه، لكن لو ما حط ستره ومر بين يديه أحد صلاته صحيح. نعم. أثابكم الله. إذا انتقض وضوئي وأنا في المسجد وأستمع لمحاضرة أو درس علمي
هل علي إثم لو مكثت في المسجد أستمع للدرس بدون طهارة؟ لأني لو ذهبت لتجديد الوضوء قد يفوتني الدرس، وعند الأذان للصلاة أتوضأ، أم أنا على إثم؟ لا مانع من جلوس الإنسان في المسجد وهو على غير وضوء، إنما الممنوع أن يجلس وهو عليه جنابة أو الحائض عليه حدث أكبر، هذا لا يجوز جلوسه في المسجد حتى يغتسل. أما الوضوء فهذا مستحب، إن جلس فلا حرج عليه، لا حرج عليه في ذا، يجوز ينام في المسجد في بس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان رجل متزوج 4 نساء وأراد 4 نساء وأراد أن يطلق الرابعة من زوجاته، فهل يلزمه عدة؟ ينتظر حتى تكمل عدة الرابعة، العدة ما يبع عليه على المطلقة، ينتظر إلى أن تكمل عدتها ثم يتزوج محلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: امرأة انقطع عنها الدم في الليل وبعد الفجر سال منها دم ثم انقطع، فمتى تكون قد طهرت؟ معناه ما انقطع، إذا كان أنه خرج شيء فهذا يدل على أنه ما انقطع انقطاعا تاما، ولا تستعجل حتى ترى القصة البيضاء أو ترى النشاف التام ثم تغتسل وتصلي. نعم. صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.